أفادت مصادر محلية إن مفاوضات للتهدئة بين القبائل ومسلحي أنصار الله يجريها عدد من المشائخ منذ مساء أمس بغرض إخراج القتلى والجرحى من الطرفين، إلا أنه إلى هذه اللحظة لم يتم التنفيذ بسبب منع أنصار الله فرق الهلال الأحمر من دخول المكان على حد المصادر. رغم وعورة الطريق والمخاطر الجمة التي واجهتنا، استطعنا الوصول إلى الخطوط الأمامية للمواجهة المسلحة في منطقة غانيا الحدودية بين مأرب والبيضاء. كاميرا السعيدة تجولت في المواقع المتقدمة لرجال القبائل لسبر أغوار القضية ومعرفة أسباب اندلاع المواجهات، أسباب يعزوها رجال القبائل إلى محاولة مسلحي جماعة الحوثي إلى فرض هيمنتهم ومحاولة دخول أرضهم بقوة السلاح. هل هذا الحوثي يعني متعبد بالشعب اليمني؟ يعني ايش يفرض هيمنته؟ تمام، واحنا نطلب يعني وقعت جميع الاحزاب والاطياف اليمنيه على سلم مشاركه، فلكن ينكث هذا بجميع العهود وجميع كل شيء. المواجهات الدائره يعتبرها مقاتل القبائل معركه الدفاع عن ارضهم من المعتدين والغازين لها حد وصفهم. هذا الدفاع عن الارض والعرض، وهذا كرامه مراد ومن معهم من القبائل، وسوف نقاتل حتى نموت هنا، لن يتعدى هذا المواقع هذه الا على قدرتنا. بالرغم من المعركة الدائرة، الا ان مقاتلي القبائل اصروا على ايصال رسالة تنفي اي تواجد للمتطرفين في صفوفهم، مؤكدين ان المعركة معركة قبائل مراد والقبائل المجاورة لها. يعني ولا اي تطرف هنا عندنا اطلاقا، القبائل مراد هنا التواجد والقبائل المجاورة المراد. هطول الأمطار لم يخمد لهيب أفواه البنادق، فبالرغم من نزول المطر أثناء المواجهات ازدادت المعركة ضراوة وعنفا. كلما ازدادت المعارك شراسة وازداد سقوط الضحايا، تتضاءل الأمال بإيجاد حلول على الأرض لوقف نزيف الدم وتوقف المواجهات. سالم ناصر مثنى، حصاد السعيدة، من منطقة غانيا على الحدود بين البيضاء ومأرب.